التي أجراها الخضر في مونديال البرازيل. الفرنسي كريستيان غوركيف مدرب المنتخب الوطني الجزائري المقبل الذي سيخلف وحيد حالي لوزيتش أكد أن تشكيلة الخضر في حاجة لمهاجم ثاني يملك حسا تهديفيا وقناص حقيقي للأهداف. غوركيف أثنى على الخضر مدى الوجه المشرف الذي ظهر به في كأس العالم، ولكن في المقابل أكد أنه توجد بعض النقائص يجب القضاء عليها مستقبلا للظهور بوجه أقوى، وذلك بإضافة مهاجم ثاني تلميحا منه مسبقا إلى اعتماده على الخطة التي يحب اللعب بها أي 4-4-2 ولإعادة المهاجم المبعد إسحاق بالفوديل. الفرنسي انتقد بطريقة غير مباشرة البوسني وحيد حالي لوزيتش، وقال أن المنتخب الجزائري لو شارك بمهاجمين اثنين في آخر مباراة له أمام ألمانيا لسجل على المنتخب المانشافت وحقق